بالكورجات القرعة والطوماطيش، ودرنا لها لا كريم ليكيد. واللي ما عندوش لا كريم ليكيد يقدر يرمبلاسيه بالبتي سويس ولا فروماج ناتور. هاد لا روسيت ما تكلفش بزاف الوقت، صدقوني اكيد رايحه تعجبكم وراكم حتنجحوا فيها. صبحكم بالخير يا ناس الخير، ان شاء الله دايما تكونوا خير، ان شاء الله نسمع عليكم غير الخير. انا راني لاباس، ان شاء الله نتوما دايما تكونوا لاباس. اليوم رانا رايحين نديرو اون روسيت اللي هي لاكيش بلا كورجيت القرعه والطوماطيش. حاجه سهله سهله بزاف بزاف. كنت عطيت لكم في لي فيديو تاعي اللي فاتو كيفاش نديرو لا بات بريزي. هنا عندي لاباط بريزي. طيبو لو فون دو تارت بلون على درجه الحراره 180، نخلوه واحد 15 حتى 20 دقيقه. درنا لهم هكذايا باش ما يطلعوش. وننصحكم يعني الناس اللي يسكنوا قدام البحر يقدروا يجيبوا هذوك اللي قالي الحجر نسيبوهم في البحر، يكونوا صغار كيما هادو نقدروا نديروهم لداخل. كي نطيبوها ابلون لازم تكون ثقيله في الماء، القرعه تلق بزاف الماء. انا مش راني حنديرها، راني حنديرها الملح بوغ لا ديغورجي شويه، تنقص من شويه من هذاك الماء تاعها. خليها هكذا بالملح واحد 10 دقائق هكذا، وما نديرش الملح في لاباري. عندنا البصل، طوماطيش، عندنا الفرماج غابي، لاباري اكيش اللي درنا فيها 250 غرام تاع الحليب، 250 غرام تاع كريم ليكيد ولا لا كريم فريش، زوج حبات بيض، صفار البيض، وشويه تاع فلفل كحل. ما راش حنديرها الملح باسكو كنت ملحت ديجا لا كورجيت نتاعي. 10 دقائق ما خلينا لا كورجيت القرعه في الملح على ديجاجي شويه تاع الماء. انا رايحين نديروها لحنا ونشفوها ونقصوا لها شويه من هذيك الملح اللي فيها. نستفوها بيان. الحين نديروها هكذا ونشفوها، نحيولها شويه هذاك الملح اللي فيها. تعنيك في المقله رانا رايحين نديرو شويه تاع زيت الزيتون. نخلو الزيت تاعنا حتى تسخن مليح. حنعملو البصل، هذاك البصل تزينو غير شويه وبلا ما نديرولو الملح على خاطرش لا كورجيت راهي ناشفه. نديرولها شويه تاع لي زيرب دو بروفونس شويه، واللي ما عندوش لي زيرب دو بروفونس يقدر يدير زعيطه. راح نقطعو لا طوماط، نقطعو لا طوماط اون روندال. نحيو لي بيبان تاع لا طوماط لداخل، هادي نحيوها كاع. نخلوها غير هكذا كيما راهي، نحيوها. نخليوها هكذا كيما راهي. كي تشوفوا نحيت لي بيبان تاع لا طوماط، هادي لي بيبان هي اللي توجع في ليستوما. راني رايحه نرميها ونخلي نحتفظ بلا طوماط هكذايا في لاكيش نتاعنا. ما طابتلي راني رايحه نحي هذوك اللي قالي. نبيهم نسحقهم مره اخرى. طيبنا فون تارت كيما راكو تشوفوا. توجو نبداو بلاباغي اكيش لتحتا، نديرو توجو. هنا رانا رايحين نصطفو لا كورجيت، القرعة، نديرو طوماطيش.
كنعملو الفرماج غابي من الفوق رايحين نعملو لي زيرب دو بروفونس من الفوق هكدايا طوماطيش بحال لا كورجيت القرعه تحب لي زيرب دو بروفونس واللي ما عندوش لي زيرب دو بروفونس يقدر يدير زعتره ديك الزعتره هادية يحيلها هذوك لي في نتاعها كما راكم تشوفوا هكذا يديرها من الفوق رايحين نعملها على الوايد ميسكال بيان سور من الفوق جوز الطيب راني راح نشعل الفرن تاعي على 200 درجه ونهبط درجه الحراره 180 ونخليها تطيب واحد 25 دقيقه وانتوما والفرن تاعكم لازم تعسوها. شهيتكم في الجنه يا الحباب. نقدم لكم لاكيش بالقرعه لا كورجيت والطوماطيش اللي درناها نهار اليوم درناها بالفرماج. كاين ما يحبش يدير الفرماج يدير ياغورت ناتور. هايدي كيفاش طابت لي لافاس نتاعها نقطع لكم شويه تشوفوا. شهيتكم في الجنه بس راهي سخونه لكم دائما انا يندوق ندوق 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 هايله هايله يعني حقيقه. الكورجيت لازم واحد ينشفها ينشفها بزاف بزاف باسكو لا طوماط لا كورجيت تطلق بزاف الماء. وانا طيبتها على 40 دقيقه قلت لكم 30 زدت لها واحد 10 باسكو شفت بليك ما طابتش فوالا هيك هاني رايحة ندوقها لا كورجيت قرعة هايلة ما شاء الله تخي تخي بون ولالا هايلة. هادي ديروها العشاء دراري والله ما رايحين ياكلوها. ندوق في خاطركم يا الحباب وشهيتكم في الجنة. ولا هاد لا غوسيت عجبتكم تابعونا على قناة غران دي بيس دولاديا. نقولكم إلى اللقاء يا لا بروشين فيديو. ومقبل ما نقولكم إلى اللقاء خلوني ندوق معاكم يا الحباب. هايلة والله العظيم غير هايلة 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 تخي تخي بيان. نقولكم إلى اللقاء يا بروشين فيديو إن شاء الله.